رحلة تايلاند الحلقة الثالثة. بدأت رحلتنا من محطة نانا ستيشن قرب منطقة العرب في بانكوك، وأخذنا تاكسي لمسافة 5 كيلومتر، وبسبب الازدحامات نزلنا وسرنا على الأقدام ووصلنا لقصر ويت ترايمت. بعدها سرنا في جولة في الحي الصيني الشهير على الأقدام، ووصلنا إلى قصر واتفرا، وبعدها شاهدنا أكبر تمثال مستلقي في بانكوك، التمثال الذهبي العملاق. وصلنا في البداية إلى قصر وات ترايميت، وهو قصر بإطلالة جميلة على المدينة، ويحتوي على تمثال ذهبي بطول 3 أمتار من الذهب بعيار 18 قيراط وبوزن 5.5 طن. لكن قصته غريبة، حيث أنه كان مغطى بالجص والزجاج لمدة 200 عام حتى لا يتم سرقته. وفي عام 1955 سقط بعض الجص منه وكشف عن الذهب، وعندها عرف التايلانديين بأنه مصنوع من الذهب بشكل كامل من الداخل، وتم الكشف عنه أخيرا. وهنا هو موقع قطع التذاكر، حيث لا يمكن الدخول إلا بشراء تذاكر لهذا القصر. هاي التيكت، كل تيكت 100 بات، يعني 2 سنين تقريبا 6 دولار، كل واحد 3 دولار. المشكلة التي واجهتنا في تايلاند، خاصة احنا يعني من العراق، هو كل شيء بالنسبة لنا بالمعكوس. السيارات السائق يكون باتجاه اليمين، بينما الراكب يكون باتجاه اليسار، وكل الاتجاهات اليمين هو مثلا نزول أو خروج، واليسار هي الدخول أو الصعود، مثل ما نشوف بهذا القصر. لكن صعبة تتعود عليها، إلا فتاخذ 3 أيام 4 أيام يلا قدرنا نتعود على هذا الشيء. فهنا نشوف صعدنا احنا من اليمين، لأن احنا متعودين كل اتجاهاتنا الدخول والصعود مثلا والراكب يكون من اليمين، لكن هنا العملية معكوسة. كل شيء يعني حتى الاجتياز، اليوتيرن بالسيارة راح يكون عن طريق اليمين، الاجتياز راح يكون عن طريق اليمين. يعني خلال 3 أيام أو 4 أيام راح ممكن تتعود على هذا الشيء. راح نروح القصر، اسمه وات فرا او فرا، يعني بالضبط بلهجتهم وات فرا. بدنا ناخذ تاكسي طبعا، تقريبا 3 كيلو 4 كيلو بس ازدحام، حتى هو بالتاكسي قال تمشون مشي توصلون اسرع. فهذه هي المنطقه مالتنا، يعني نمشي بها. شو يعني شفنا اشياء، اعتقد احنا بالتشاينا تاون، والتشاينا تاون انا مكان حاطه ببالي بس مو بهيك شمس يعني، فاعتقد بالرجعه امر عليها. شو تقول ابو تاج؟ ان شاء الله. يعني هاي هي تشاينا تاون نحتاجها احنا، بس شويه يعني مو بهيك اضاءه عموديه، فالرجعه
راح تصير بال اعتقد عن طريق التشالنج تاون. احنا حاليا اعتقد فعلا الشمس حاره جدا، بس شويه اليه الاضاءه تعكس شويه يعني قبل المغرب بشويه، شويه زاويه تصير عندنا. شوفوا مثلا ذني، يعني هاي محل بس هنا شفته، ما شفته بغير مكانات، اللي هي فواكه اعتقد مجففه وحيوانات بحريه مجففه اعتقد، قناديل وكذا هيك امور، فمجففه فشيء غريب يعني. وهذا طبعا الدورين مالتهم المشهور. هذه منطقة تشاينا تاون اللي هي شلون حي العرب او شارع العرب ببانكوك، ايضا هذه تشاينا تاون ببانكوك، بس هي فعلا مختلفة يعني طريقة الاكل، طريقة المطاعم، المعروضات يختلفن حتى عن الاكل التايلندي اللي مرينا بيه امس، يعني بيه اختلاف واضح وازدحام شديد جدا. لكن هنا ما اعتقد يعني ما اعتقد اكو اكل حلال هنا. انا يعني مثلا هذه الشوارع بس انا بهيك اضاءه صعبه التصوير. ثانك يو ثانك يو. الشمس عموديه ما بيها في زاويه معينه حتى نصور بها. يعني الرصيف كله مأخوذ تقريبا. ريحتهم طيبة ولا الأكل مالتهم ريحته؟ ريحة الأكل مالتهم طيبة ولا برأيك؟ لا لا بالله كل شيء يختلف بالنسبة لنا يعني بالنسبة لأكلنا. هذه ملابس صينية. أحلى شيء بهاي الكاميرا ما أحتاج أشر على الكاميرا على الاتجاه. يعني أنت بس حطها بعدين بالإدت شو تريد طلعت بهاي وفر وفر بعدي هو انت مسولف بس فر الاتجاه، لا تحتاج مصور ويعرف بالتصوير والتكوين ولا ابد، هي جاي تصور كل شيء. احسن اختراع بالسفر.
حاليا احنا بالوات فرو او وات را يعني قصر ومعابد ومجمع كامل. الدخول هنا بتكت طبعا بتكت 300 بات للشخص الواحد يعني 8 دولارات للشخص الواحد تقريبا. فشوف هوا يعني التكت لكنه خدت مشى نشوف ايش بيها ما بيها. وصلنا الى قصر وات فو ويسمى ايضا وات فرا وهو من اكبر القصور والمعابد واقدمها في بانكوك وهو يحتل المرتبة الأولى من بين القصور والمعابد التايلندية وذلك لأنه يرتبط بالملك راما الأول والذي أعاد بناء هذا القصر والمعبد سابقا وأيضا يحتفظ برماده داخل هذا القصر. وفي هذا القصر توجد الكثير من المعالم الهندسية التي تعكس الحضارة التايلندية بشكل عام ومن أهم ما فيه هو تمثال بوذا المتكئ الذي سنراه لاحقا. ويعتبر هذا القصر هو من أقدم مراكز التعليم العام في تايلند وقد تم الاعتراف به عن طريق اليونسكو في برنامج ذاكرة العالم حيث يضم مدرسة للطب التايلندي ويعرف أيضا بأنه مسقط رأس التدليك التايلندي التقليدي الذي لا يزال يتم تدريسه وممارسته لحد هذه اللحظة. وصلنا إلى أكبر تمثال متكئ في تايلاند. تم بناء هذا التمثال على يد الملك راما الثالث في عام 1832 وتمثل صورة بوذا المتكئ دخول بوذا إلى نيرفانا ونهاية كل التناسخات حسب الأساطير التايلندية أو الديانة التايلندية.
ويشار إلى وضعية الصورة باسم الصحاياس، وهي وضعية الأسد النائم أو الأسد المتكئ. يبلغ ارتفاع التمثال 15 مترا وطوله 46 مترا، وهو أحد أكبر التماثيل في تايلاند. جربنا نركب الباص، تصور الزحامات، الباصات اعتقد تمشي اسرع، التاكسيات كلش قليله كانت في المنطقه اللي غرناها. اليوم رجعنا ايام التاتا بغداد، هذا كبر تاج تحياتي. هذا المكان منظر